بألف سلامة، أنت صديق عزيز وأخ فاضل ونجم كبير، لك كل تحضير واحترام. الله يخليك. في بس الأستاذ خالد مخلص بعت لي صورة، أنت بيطلع بيها على الشاشة يا أستاذ خالد لو الصورة عندك. بيننا وبين بعض إيه؟ أنت عاوز تقول لي إن أنت بتقول لي إن شادي عيسى وخالد طلعت يوقعان لقناة بيراميدز؟ أزيدك من الشعر بيت، والكابتن فاروق جعفر والكابتن إسماعيل يوسف يقتربان بقوة من التوقيع إن لم يكونا قد وقعا فعليا. ماشي، شادي عيسى وخالد طلعت من الناس، وعايز اقول على حاجه، من الناس اللي اتشافوا يعني بشكل كويس ونقاط كبار ولهم احترامهم ولهم مكانتهم، ووقع الى نادي بيراميدز، الى سوري قناه بيراميدز. الناس هتقول القناه هتشيل مين ولا مين؟ القناه مش قناه، ده في قنوات، عشان بس الناس تبقى. احمد انت ايه رايك في الخبر الحلو ده؟ لا طبعا زميلين عزيزين، شادي عيسى وخالد طلعت زملاء اعزاء، وان شاء الله ربنا يوفقهم. نعم هتنام؟ لا انا صاحي. لا بجد والله. بس في حاجات كتيره جدا في الموضوع لازم نتكلم فيها. يعني عايز اتكلم بس في الاول في قصه حازم امام. الحقيقه ان حازم امام كان ستار للتعاقد مع اجيري، لم يكن له اي دور للتعاقد مع اجيري اي مدير فني كان هيجي. حال الكره صدر بس للمشهد ان حازم امام بيتفاوض وبيتكلم، لكن اللي خلص هو مجدي عبد الغني. ليه مجدي؟